والهزيمة المذلة خلينا نقول اللي تعرض لها فريق برشلونة على يد بايرن ميونخ 8-2، يعني صحيح. رقم يمكن من سنة 74 ما تلقتش برشلونة يعني أهداف بهذه الكمية. أغلفة الصحف الإسبانية والعناوين سلطت الضوء على هذا الإذلال التاريخي والعار اللي لحق بالفريق الكتالوني بالمسابقة الأوروبية، وما لقيتش غير يعني بعض العناوين بعض الصحف هناك غير ان هي تقول عار الافتتاحية، وكمان كان في تصريحات لبيكي اللي اعتبر هو الآخر ان كلمة عار هنا هي الكلمة المناسبة لوصف ما حدث، يعني مشيرا كمان الى انها ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. يعني تساؤلات كثيرة بصراحة عن فكرة خسارة برشلونة بهذا او يعني بهذا الشكل، شيء غريب. البعض كان بيقول يا كريم ان يمكن سن اللعيبه ممكن يكون مؤثر، البعض الاخر كان بيقول الانتقالات الكتيره اللي حدثت مؤخرا ممكن تكون السبب، يعني ما تبقاش فاهم بالظبط فين المشكله. بس خلينا نقول برضو ان بايرن ميونخ مش من الفرق القليله، يعني هو حقق قبل كده اهداف زي كده يمكن في السنين او السنوات يمكن 9 مرات حقق انتصارات صحيح. بهذا الشكل، لكن برضو احنا مش واخدين ان برشلونه يعني توصل سكور بالشكل ده. ايوه انت بتقولي بايرن ميونخ مش من الفرق القليله، وده كلام مظبوط وموزون 100%، بس في المقابل برضو برشلونه ما هوش فريق هين طبعا. وبعدين امبارح كانوا بيلعبوا كانها يعني ما اعرفش كانها تقسيمه، يعني ما بيلعبوش بروح المباراه، كانها كانت تقسيمه وكان في تخاذل ملحوظ وكان في تراخي ملفت جدا للنظر. الحقيقه كانت يعني مباراه كانت صادمه جدا جدا لكل عشاق هذا الفريق ولعشاق كره القدم بشكل عام، شيء غير متوقع بالمره بالظبط كانهم كانوا بيلعبوا في تقسيمه. طيب تعالوا بقى نروح احنا وكل حضراتكم ليجا